فضيلة الشيخ عطية صقر، أرسل إلينا بعض المسلمين يسألوننا ويقولون نرجل أو نمشط شعرنا بمشط من العظم، فهل يجوز استعمال هذا المشط؟ روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. وقال: حديث حسن غريب. وبناء عليه قال جمهور الفقهاء: إن عظم الفيل نجس ولا يطهر بحال، كما قال الشافعي ومالك وإسحاق، ورخص في الانتفاع به محمد بن سيرين وابن جريج وغيرهما، لما روى أبو داود عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج. وروى البخاري عن الزهري قال: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا. والعصب ثياب يمنية، أما العصب فهو سن بعض الحيوانات يتخذ منه الخرز. وجاء في المغني لابن قدامة أن ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها يحتمل أنه طاهر لأنه أشبه بالشعر. وجاء في هامشه: أطال شيخ الإسلام الكلام في تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة وقول لمالك وأحمد هذا. وقد قال الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى: السلحفاة البحرية، قال ما نص فائدة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مشط من العاج، وهو شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه الأمشاط والأساور. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان رضي الله عنه أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها سوارين من عاج. أما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة، وعند مالك يطهر بصقله فيجوز التسريح بمشط العاج. وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله، واختلاف الآراء رحمة بالأمة.